حتى رشحنا ما زال سليمان الفرنجي حتى الآن إلى الآن مرتبط بالتشاور، نتيجة التشاور بطلنا نحكي نستعمل كلمة حوار حتى ما تنقز يلي بينقز منا، حتى نتواصل إلى تفاهم على اسم أو اسمين أو ثلاثة أو اسم يعني حسب ونذهب إلى الانتخابات. يعني نحن ولكن هذه المرة المفارقة أنه مش أنه سليمان فرنجي أو لا أحد، لا ما هني عم يقولوا كانوا يقولوا سليمان فرنجي أو لا أحد، هلأ بطل يا ستي كانوا يقولوا صار يقولوا بعدين دون شروط مسبقة. يعني شو معنى دون شروط مسبقة؟ أنه لا نحن نتمسك بمرشحنا ولا أنتم تتمسكوا بمرشحكم، خلي كل واحد منا يعطي وجهة نظره ليش هو رشح فلان وليش أنتوا رشحتوا. ليش لك قبل بلقاء محمد رعد مع قائد الجيش كمان يلي انعطى تأويلات كثيرة؟ خلني أقول لك شغلة، ما ننسى أنه هذا اللقاء جاء بعد حادث الكحالي، وعادة يتم دائما التشاور ولقاءات أحيانا دورية بين قيادة الجيش وبين مسؤولين من حزب الله، أعتقد يتولى هذا الأمر مسؤول وحدة التنسيق والارتباط أستاذ وفي. أحبر الحاج محمد رعد أنه هو يروح شخصيا هالمرة لشكر قائد الجيش على هالتصرف اللي كان تصرف حكيم في الكحالي. لأن تذكري سيد جوزيفين كلتنا تابعنا التلفزيونات، نحن نمنا على توتر كبير، نحن مسكرين الطريق ما حتفتح إلى ما هنالك، نمنا على هذا الجو المضطرب، صحونا على جو آخر فتحة الطريق وإلى ما هنالك. طبعا هذا الشيء كله تتم بحكمة الجيش وتصرف الجيش. الزيارة أساسها طبعا تشاور وتنسيق دائم، ولكن كان أساسها يمكن لشكر قائد الجيش على هذا التصرف اللي حصل. بالإضافة هلأ أنا عم بحكي من عندي بس الشق هذا بكبرك، عم نقول له كمان للوزير جبران باسيل كمان في رسالة أنه أنت حضرتك نحن في حوار بينه وبينك. قصدك تقول أنه الشكر على موضوع الكحالة هي معلومات والتحليل معلومات عندك. والتحليل بس من عندي أنه في حوار الآن بين حزب الله والتيار الوطني الحر، والحوار سائر ولكن ببطء، يعني إسا ما توصل إلى نتائج ملموسة بشكل ظاهر. يعني كمان عم يقولوا له لهذا تفسيري الخاص، كان عم يقولوا له للوزير باسيل أنه أنت ما بدك قائد الجيش، بس دير بالك يعني إذا كمان أنت ملنت شوي بهالمواقف إحنا فينا نروح عند قائد الجيش. بالنتيجة هيك رسالة غير مباشرة، برجع بقول لك هذه على مسؤوليتي أنا يعني مش معلومات يعني. نعم. طيب من هم من ربط بين نرجع يعني على التسغرطة، من ربط بين لقاء محمد رعد النائب رئيس كتلة المقاومة بقائد الجيش، ربط هذا اللقاء بأنه بعد أسبوع تقريبا راح النائب محمد رعد ليلتقي سليمان الفرنجي. نعم. وفي ربط بينهما كلام عن أنه نعم سليمان الفرنجي هو حليف لحزب الله وفي تنسيق كامل بينهما، ولكن له علاقة بالملف الرئاسي هذه. نعم. الزيارة صحيح. هلأ حسب ما فهمت عزيزتي جوزيفين، صحيح توقيت اللقاء لافت يعني، ولكن هذا اللقاء كان مفروض يكون قبل مدة، يعني لأن التقى الحاج محمد رعد برئيس تيار المردي سليمان الفرنجي قبل حوالي 10 أيام بعزة، وكان قاعد الوزير الفرنجي، إجا الحاج محمد رعد قاعد جنب الوزير الفرنجي بعزة الأستاذ طلال سليمان. سلام هاتم، برافو عليك أستاذ طلال سليمان. نعم صحيح. فصار في حديث أنه اشتقنا ونحن اشتقنا، قال له يلا إمتى بتحب نتغدى سوا؟ قال له ساعة اللي بدك. فيبدو أنه كان في تفاهم على أنه يكون في هذا اللقاء غدا، وبالتالي هذا غداء محدد وبتم مصبقاً. هذا اللقاء، هذا الغداء كان مهيأ بس يمكن لأنه إجا بهذا التوقيت طبعا بده يأخذ تفسيرات شتى. الكلام اللي صدر اليوم ببعض الصحف بعتقد يلي بيقول فيه أنه نحن صحيح قائد الجيش نحترمه ونقدره، وهذا الكلام بالنسبة لقائد الجيش أنه في علاقة جيدة بين حزب الله و قائد الجيش، أنا سمعتها من أكثر من مسؤول في الحزب قبل شهرين. يعني أنا سألت سؤال مباشر سيد جوزيفين. نعم. شو العلاقة؟ بنسمع كثير أنه هذه العلاقة تاعتكم مش ضابطة بينكم وبين قائد الجيش. قالوا لي بالعكس نحن العلاقة جيدة بيننا وبين قائد الجيش، ما في شيء أبدا، ولكن ما في شيء يستدعي ذلك. نعم. نعم.